فإن واجبنا كصحفيين هو البحث عن حقيقة دمرت بلدنا. فالمحكمة أنشئت لأجلنا ومن مالنا، ومراقبة عملها مسؤوليتنا. أولاً هي محكمة نص دولية مش دولية. الإعلام الدولي يسأل عن مقاضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. قناة الجديد. حرام المحكمة الدولية يلي كلنا ناطرينها وكلنا معلقين أهمية على اكتشاف الحقيقة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، إنها تصفي قضيتها وملاحقتها لإعلام لبناني لو شو ما كان. The Guardian تنتقد محاكمة الصحافة وزميلة كرمخية. إن مثول الإعلامية كرمة خياط أمام المحكمة في لاهاي هو إهانة للدولة اللبنانية ولدستورها ولقوانينها. أولاً في حدا سرب هذه المعلومات للمحكمة هو المسؤول طبعاً، مش صحافي ببلغ الخبر ودقق بالخبر مثل ما شفنا بالتقرير. روبرت فيسك في الاندبندنت، كيف لمحكمة عجزت عن سجل المشتبه في اغتيالهم الحريري أن تلاحق صحفية ومحطتها بتهمة الازدراء؟ أنا بس بدي أقول لك أنت في أيدي أمينة ورح تجيبين لنا رأس المحكمة الدولية معك. عصفورة لاهاي، زهرة بريتها، بنت الجديد، تسلحت بجرأة دولة. فالقوة معكم والحق معنا، ومن معه حق لا يخشى شيئا.